شكرا استاذ علي. يا أم يا أم يا نبع العطاء ومحضه، لن نحل مثلك لا ولا الأزهار، كلا ولا الشمس المنيرة في السماء والأرض ذات الخير والأقمار. فأولاء إن أعطوا بدون مقابل كعطائك الميمون لم يختاروا، والبذل عندك أنت يحدوه الهوى والعزم والتصميم والإيثار. هذه الأبيات للصديق الشاعر ياسر سعد، وقد زخرت الكتب المقدسة والآثار الأدبية والأمثال وديوان الشعر العربي والعالمي بمديح الأم وتبوئها المكانة الثانية في حياة الأبناء. وقد اخترت منها مختصرا ما ألقيه على مسامعكم مراعاة للوقت. أولا، الأم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الإسراء 23. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، لقمان 14. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، البقرة 233. الأم في الدين المسيحي، من احترم أمه فهو كمدخر الكنوز، من احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. مذلة الأم عار للبنين. الأم في الأمثال العربية، إلى أمه يلهف اللهفان، الثكلى تحب الثكلى، أم الأخرس تعرف بلغات الخرسان. الأم في الأمثال اللبنانية بالعامية، اديني أم، هم الأولاد بياكل مع الأم بالصحن، اللي ما عنده أم ينصب خيمة بين القبور. الأم في أقوال الحكماء، يعرف الطفل أمه من ابتسامتها. الأم التي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها. الأم هي التي تتناول السكين من حدها. الأم هي التي تتناول السكين من حدها. هذه هي الأمثال. أما الشعر، مقطع من قصيدة الشاعر محمود درويش. وتكبر في الطفولة يوما على صدر أمي، وأعشق عمري لأني إذا مت أخجل من دمع أمي. قصيدة الشاعر والأديب اللغوي إبراهيم المنذر، المتوفى عام 1950، المستوحاة من الأسطورة بعنوان قلب الأم. أخذناها نحن وصغار بالابتدائي وبالتكميل هالقصيدة هذه. نعم. أغرم رؤن يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى وأغرز خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه
غضب السماء على الوليد قد انهمر فدرى فظيع خيانة لم يأتها ولد سواه منذ تاريخ البشر وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر وارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سير العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن صدره حنقا ويبقى عبرة لمن اعتبر واستل خنجره ليطعن صدره حنقا ويبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم ناداه قلب الأم قف ولدي ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. آخر قصيدة للشاعر الشريف الرضي المولود في بغداد عام 969 والمتوفى عام 1015 في رثاء أمه الشريف الرضي. أبكيك لو نقع الغليل بكائي وأقول لو ذهب المقال بدائي وأعود بالصبر الجميل تعزيا لو كان بالصبر الجميل عزائي كم عبرة موهتها بأناملي كم عبرة موهتها بأناملي وسترتها متجملا بردائي كم صفرة ضعفت فصارت أنة تمتمتها بتنفس الصعداء لهفان أنزو في حبائل كربة ملكت علي جلالتي وغنائي قد كنت آمل أن أكون لك الفدا قد كنت آمل أن أكون لك الفدا مما ألم فكنت أنت فدائي وتفرق البعداء بعد مودة صعب فكيف تفرق القرباء وتفرق البعداء بعد مودة صعب فكيف تفرق القرباء رزقان يزدادان طول تجدد أبد الزمان فناؤها وبقائي آوي إلى برد الظلال كأنني لتحرقي آوي إلى الرمضاء وأهب من طيب المنام تفزعا فزع اللذيذ نبى عن الإغفاء لهفي على القوم الأولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها صور ظننت على العيون بلحظها أمسيت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقذاء قربت ذرائحهم على زوارها قربت ذرائحهم على زوارها ونأوا عن اضطراب أي تنائي لو كان يبلغك الصفيح رسائلي أو كان يسمعك التراب ندائي لسمعت طول تأوهي وتفجعي وعلمت حسن رعايتي ووفائي كان ارتقاضي في حشاك مسببا كان ارتقاضي في حشاك مسببا ركض الغليل عليك في أحشائي. هذه 68 بيت اخترت منها 18 لعدم الإيطالي. شكرا سلام عليكم.